يس بسم الله، هاو ار يو؟ السلام عليكم. ممكن السلام just corrected that our sessions بسم الله will be Tuesday, Wednesday, Thursday. No Monday. مش عارفة مكتوبة ايه هنا. Tuesday صح. Tuesday and Wednesday, the third lesson, and Thursday the first lesson. Okay. Okay. I told you that I want to revise. Did you study Basmala, the post perfect? Yes. Oh, you got the star of the day. Yes, congratulations. See, I choose you to be the star. Who choose you also? Did you see in the group? Did you see Miss Aya, Miss Isra, and me? Who's Miss Aya and Miss Isra? Who gives you up? نعم يا مس. Who's Miss Aya and Miss Isra? I'm telling you, did you see the شفتي استطلاع الرأي اللي على الجروب؟ أيوة. مش واخدة بالك ان انت فزتي؟ انا عمالة اقول لك congratulations و مبارك. انا واحدة من اللي اختاروك، خلي بالك. طب let's see، طب بسرعة كده بس عشان أريح ضميري، بسرعة كده يا ذاكرتي من اللي أنا بعتهولك أيامس keywords. طيب يبقى بعد إيه وإيه وإيه نراجع كده مع بعض قبل ما نحل الجانب الإكسرسايز. Let's see. تمام. بعد إيه؟ بعد after وإيه تاني؟ ها؟ ايه بعديه بيجي post perfect؟ أفتح as soon as as soon as. yes. what else؟ until وتل yes after, as soon as, وtill وuntil. في حاجتين كمان، and وbecause وas، وbecause وas. تمام. طيب before، بعد اللي بيجي بعديه post simple before before، by the time by the time، why that's why، and ايه، and so، two. and so. طيب في حته امبارح قلت لك هكملها لك بكره، الحته الاخيره دي احنا عارفين ان بعد باي، لا باي ذا تايم، لا لو جت باي بس، اوكي جت باي بس من غير باي ذا تايم، هيجي بعديها ايه؟ هيجي بعديها past perfect. ازاي مثل ما انت قلتي by the time بيجي بعديها past simple؟ لا، لو by لوحدها هتيجي بعديها past perfect. تعالي نشوف كده، هنا بمعناها بحلول، يعني by 2001 my uncle had built his house. by طبعا الكتاب ده واضح ان هو قديم، هو بيقول لك by 2001 يعني بحلول عام 2001. بلاش نقولها كده، خليها حاجة واقعية، يعني مثلا نقول by 2050، by 2050 okay I will travel to London. مش هقول بقى I اوكي will travel to London، عايز أقول بحلول. هقول إيه؟ I had I had traveled to London. يبقى لما حاجة هتكلم على حاجة عايز أقول بحلول السنة دي حصل كذا كذا كذا. اوكي، هو عايز يتكلم في الماضي بقى. تمام، بس انا ممكن استخدمها في حاجه لسه هتحصل. ماشي، لو هو عايز يستخدمها في حاجه، في حاجه في الماضي، اوكي. يبقى بحلول سنه 2001 my uncle had built his، هو عايز يعني يقول لك ان عمي بنى البيت ده عام 2001. اوكي، يبقى هيقولها لك ازاي؟ by 200 2001 my uncle had built his house.
جت كلمة before، هنا كلمة before لو جت by the last birthday I had bought a bike. Before my last birthday، قبل، يعني عايز اقول لك لو جاء ايفنت محدد، حاجة معينة حددتها في الماضي، هنحط بعد before past perfect. احنا لما كنا بنتكلم بنقول بعد before بنحط past simple، وكنا بنقول past simple ده اللي هو ايه؟ السكند اكشن، صح؟ طب لو هو الجملة اصلا فيها اكشن واحد، بتكلم على اكشن واحد، عايز اقول ان هو حصل في الماضي في ميعاد محدد، يبقى before my last birthday يعني قبل عيد ميلادي اللي فات، او حددت الميعاد اللي هو قبل عيد ميلادي. I had bought a bike، انا اشتريت عجلة، تمام؟ انما بحط بعد before past simple لو جاي two actions في الماضي، في واحد حصل قبل التاني، الاولاني هحط past perfect والتاني هحط past simple. انما لا، هنا جايب لي just one، just one ايه؟ just one just one tense، او just one action. لو جاي واحد بس يبقى خلاص ايه؟ one action، يبقى احط past perfect. Do you understand تمام. some؟ بسمة؟ بسمة؟ يس. بصي، انت النهارده عاوزاني خالص، عشان انا النهارده انت هتلاقي كل الاسماء داخله في بعض، يعني انا في العادي الاسماء بتخش، النهارده بقى يعني I start working from 7 a.m. and no break. You imagine no break from 7 p.m. a.m. and I will continue working till 5. From 7 a.m. till 5. فبصي اللخبطة دي اعذريني يعني. لا عادي. اوكي. 1 minute. انا عايزه احل معاكي، المهم بس عندي الحل. احنا حلنا دي هوم ورك، مش مشكله، سيبي الدايركت دلوقتي وسيبي الريد، انا عايزه جرامر. فين الجرامر؟ داخل في 3 4 اهو. لا انا عايزه جرامر، مش بقى هاتولي جرامر. هاتي هاتي complete the sentences with the correct form of the word. هاتي هاتي كلها مع بعض. For 3 years I the French language. بتكلم على تجربة experience حصلت. I have learned. أيوة I have learned present perfect. لما باجي أتكلم على experience خدتها أو حاجة عملتها برضو I can use present perfect. Yes, have learned. Go. Number two, we out for a walk after we had finished our home. هتجاوبيها بتقولي لي ماليش دعوة. ليه جاوبتيها كده؟ We ايه؟ We have Had. Had ايه؟ مش معنى had. لأن أفتر بيكي مش في عشان ايه؟ أفتر بيكي قبلها باص سيمبل. لا افتر بيجي بعديها باست بيرفكت، خلاص هم حاطين الباست بيرفكت. افتر وي هاد فينيشد، بس وي جو اوت فور ا ووك افتر وي هاد فينيشد اور هوم ورك. هو احنا خرجنا الاول ولا عملنا ولا خلصنا هوم ورك الاول؟ خلاص الهامورك. تمام، يبقى هو الفيرست اكشن. اوكي، عشان كده بحطه الفيرست اكشن بعد افتر، يبقى بريزنت باست بيرفكت هاد فينيش. يبقى السكند اكشن هنحطه باست سيمبل، صح؟ مش قلت لك مش مهم افتر جاي في اول الجمله او في اخر الجمله او في نص، سوري، او في نص الجمله، لازم بعد افتر احط باست بيرفكت وقبلها باست سيمبل. اوكي طيب، let's see number 3.
يبقى نمبر 2. نمبر 2 احنا ما جاوبناهاش لسه، يبقى وي ايه بقى؟ We have يا بسملة، احنا قلنا هنا هنحط باس سيمبل، ايه الباس بتاع جو؟ لا بسملة سايمون، اتأكدت ان اسمها سايمون. لا بسملة، ركزي بسملة، بسملة، ايه الباس بتاع جو؟ جو جو يذهب. لا افتكري، مش هقول ايه الباستا جو، كمان وينت ايوه اشهد ان لا اله الا الله. ايه انت كنت ناسيها، قولي ان انت كنت ناسيها. يمس اوكي خلاص، يبقى we went out for a walk after we had finished our home. يبقى بعد after هو حط له هو past perfect، يبقى قبل past. طيب before my friend I had bought him a valuable present. visiting طب ليه visiting؟ نعم ليه visiting؟ visiting أيوة ليه 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 قلتي باي before visiting my friend I had bought him a valuable present. بس ما أنا افتحي الواتس بتاعك، افتحي الواتس وشوفي أنا مكبلك بعد before نكتب إيه. يمس بعد بيفور بنحط ايه؟ بس ايه؟ بس سندل بس سمبل. تمام هتبقى ايه؟ انت مستغربة عشان هو جايبها صح؟ ممكن يكون بيلخبطك. تمام You know, before I visited my friend, I have bought him a valuable present. Right, number four. She here for 5 years. She's still working here. Right. حاجة بدأتها في الماضي ومستمرة في الحاضر ولسه still working. لسه مكملة ممكن للفيوتشر. هيبقى which tense؟ Present perfect. لا هيبقى present perfect continuous. present perfect continuous. okay present perfect. She has. هتبقى ايه؟ she has been working. she has been working. has or have been verb ing. She has been working here for 5 years. She's still working here. Okay. We have been working, we have been waiting for Rami. He yet. لسه ما وصلش.
present perfect. ايوه بس في نعم بس في النيجاتيف. تمام. hasn't ايوه he hasn't arrived yet. he hasn't hasn't arrived. yes. طيب تعالي نطلع بقى فوق. نطلع كده ايه بالمقلوب، مش مشكلة. Space is a person who studies something carefully. بعد إذنك يا ليس أفهمك. Page 185. يا ريسيرشر Yes, a researcher. He is the writer of the novel. This means he is the أوثر author. Dad had organized a car to meet me at the airport. The word organized means أجنس arranged. Yes, مثل اللي قبله. ماشيين بالعكس. The synonym of the word true is correct. fun. The synonym of the word true is what? Correct, correct, yes. Number two, space is an expert in or a student of astronomy. كبير أو astronomer. Yes. To give the name of the person from the verb invent, we add the suffix OR ولا ER؟ فكر كده. هجيبها لك. OR ولا ER؟ inventor. أكيد. ممكن يكون ملخبط. أكيد. يس كوريكت. برضه هجيبها لك عشان تتأكد. طيب اللي بعدها، خلينا اللي بعدها. الصفحة اللي قبلها. لا وصلنا في المفيد وقت مطلق وقت على الاكسرسايز 3 علينا دي definitions. لا بس الصفحة اللي قبلها بيج كام يا حبيب يا بسام؟ الصفحة اللي قبل اللي كنا بنقولها اللي كنا بنقولها بكام؟ اتي كام؟ اتي كام؟ اتي تو؟ 183. أوكي. طيب لا خلينا في دي، احنا لسه ما خلصناش. ماشي تجي خلاص. هاتي بقى الاكسرسايز اللي قبلها. Astronauts have been astronomer have had been station mate. The space is no longer a big secret. Scientists space trying scientists ايه؟ بيحاولوا. have been ايوه ايوه
هافرون. اوكي. To discover more and more about space in the past. Neil Armstrong was the first. Astronomer ولا astronomer ولا astronaut؟ أسترونوت. Yes, astronaut. In 1990, the world's first space rocket went into space. Still, we expect scientists to not assure them. Number three, number three, can I? هشام The world's first space station went into space. Yes. Still, we expect scientists to A, achievements. رقم فور Yes. أوكي ميك To make achievement. Yes, to make achievement. Okay, that's a dialogue بقى اللي قبل. Right, I will give you 2 minutes. Okay, so for my finish the following day. I'll give you 2 minutes. How you tell me?
بسملة. أنا كده تقريبا عديت النص ساعة، مش عارفة احنا عندنا نص ساعة، ايه بس عندنا ساعة. طيب مش مشكلة نكمل. بس خلصت. Arab is talking to a tourist about his visit to Egypt. Arab is, hello, is it your first visit to Egypt? Hello? Hello, no? نعم يا مس. حالتي نمبر 1 ايه؟ تمام. يبقى اليوم is not. No, no, it is not. I came here with my wife before. Okay, space. I come from Ireland. Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? Okay. Space. I will stay in Egypt for 2 weeks. How long will you stay in Egypt? Yes. How long will you stay in Egypt? What cities are you going to visit? I am going to visit Aswan and Luxor. Yes, very good. And number five. Sure, Aswan and Luxor are interesting places to live. I wish you an enjoyable visit. Thank you. لسه في 10 minutes كده ممكن نبدأ نشوف. لا لسه جاية، ابتدي نخش تاني. لا لسه جاية نص ساعة دلوقتي، خشي تاني.